هو بيبقى حد زي الفل زي الفل، بمعنى زي الفل، ومرة واحدة يصحى من نومه عنده رجل مش بيحركها، ايد مش بيحركها، فاقد توازنه، عين مش شايف بيها، على احسن الفروض تنميل، وجع، شايف الحاجة اتنين، زلزال، زلزال مرة واحدة بيضربه، وغالبا بيكون شاب او شابة في بداية حياته، بيلف على الدكاترة، في الاخر يتقال له انت عندك تصلب متعدد او MS، مرض مناعي بيضرب جهازك العصبي يخليه يتجنن، يخبط كل مرة في كل هجمة في عصب شكل، وعلى حسب الإصابة فين انت هتشتكي بإيه. الـ MS وثيق الصلة بالخبطات والدراما والسترس، وما نزعلش حد أبدا، ما تزعلش حد أبدا يعز عليك أو تحبه، إنه ممكن ينام يصحى مخبوط الخبطة الوحشة دي، مفيش حاجة تستاهل إن احنا نزعل حبايبنا. في يوم الـ MS بوجه رسالة دعم لكل مرضى التصلب المتعدد، ونقول لهم انتوا أبطال وجدعان قوي قوي قوي، وقد المحنة دي طالما ربنا سمح فيها، وبقى في علاجات كتير قوي، وكل يوم في جديد، والدواء لو غالي الدولة بتدعمه، واحنا كمان بندعمكم وحواليكم، وخد بالك انه في اكل وفي حركة وفي نظام وفي مكملات وفي وقاية، كل الحاجات دي اصبح لها حلول كتيرة جدا. هونوا على نفسكم، انتوا جدعان جدا جدا.